السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الله يحسن لك يا شيخنا، من فضلك كنت عايز أسألك أفضل شيء لزيادة الإيمان في القلب ما هو؟ يا رب زدني إيمانا، يا رب زدني إيمانا، ثم تتبع شعب الإيمان والعمل بها شعبة شعبة. لا إله إلا الله أعلى الشعب، أكثر منها. إماطة الأذى عن الطريق أدنى الشعب، اعملها أيضا. الحياة شعبة من الإيمان، الجهاد شعبة من الإيمان، كلمات الحق، الإصلاح بين الناس.